السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جزاكم الله. يقول السائل: كثيرا ما نسمع بالطائفة النصيرية والعلوية، فما المقصود بهما ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنهم طائفة من الشيعة الغلاة، من غلاة الشيعة، يعتقدون بإلهية علي رضي الله عنه، يعتقدون أن علي هو الإله ويعبدونه، نسأل الله العافية. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح،